بعد زيادة تعريفة البنزين الأخيرة نزلنا لأحد الأسواق عشان نعرف هل في زيادة في أسعار الخضروات والفاكهة ولا الأسعار ثابتة زي ما هي. هي من قبل البنزين والحاجة كلها غالية، كل حاجة غالية، الليمون والفاكهة والخضار كل حاجة غالية تقريبا زي ما هي لحد اللحظة اللي احنا فيها زي ما هي، مفيش أي تغيير يعني، بس مش عارفين اللي جاي إيه. لا يعني في حاجات زادت وحاجات ما زادتش، يعني مثلا زي البطيخ زي الشمام ده زاد، الطماطم بخمسة جنيه، بس في حاجات بعشرة اللي هي زي مثلا الكوسة يعني غالية برضه. لا ثابتة زي ما هي. البرتقال كان بخمسة جنيه، حلو حلو. التفاح أنا لسه بصراحة رايح أجيبه مش عارفة بكام النهاردة، بعشرة جنيه. لا بس ده اللي مش حلو ده. في الخضار والفاكهة عامة كله زايد. البطاطس أقل حاجة بسبعة جنيه ومش قد كده، سبعة جنيه ومش حلوة، صغيرة وكبيرة بتسعة وبعشرة، عمرها ما وصلت للسعر ده. والطماطم برضو خمسة وفوق، ما فوق برضو زادت من بعد العيد. البضاعة قلت وكل حاجة زادت. تقريبا نقول اللي اشتريت ايه بكام؟ هنشتريت كده دول كده قطة وخيار عاملين 60 جنيه. لا ما زادتش، ما فيش حاجه زادت. هو الخرز ما هو بخمسه قدامك اهو، والقوطه بس مش كل الناس بتبيع القوطه اصلا، القوطه جمله اصلا ب 80 قرش، هم بقى عشان عارف انت عيد وكده فبيزودوا شويه، ما فيش مشكله، مش هتفرق يعني. لا البطاطس كويسه زادت شويه، بقت بتسعه وبقت بسته اهي، بس هي في يعني في المعقول يعني بصراحه يعني. الزيادات دي عن امتى؟ ده قبل العيد، قبل العيد بحوالي اربع خمس ايام، لكن بعد كده هتلاقي كل حاجه نازله ثاني على فكره. سيف محمود لبرنامج على مسؤوليتي.